في صورة كانت على وسائل التواصل راح أشوفها أنا وياكم لبي. هالصورة يلي كان لها تأثير كتير كبير عند الناس وبتحرق القلب. خلونا أخذ هالاتصال مع جوانا. جوانا مساء الخير. مساء الخير بسام. يعني الله يحمي لك الوالد والله يخليك يخليه فوق راسكم. بشكرك والله يخلي أهل الجميع. الله يخليك. جوانا شو قصتها هالصورة؟ ما بعرف قصتها كثير غريبة. هي انبعثت لي من كذا حدا من أصحابي عم بيسألوني إذا هيدا صورة بي. يعني هني شبهوا عليه وكانوا عم بيسألوني إذا هي صورة بي. فطلعت بالصورة وشفتها وهو طلع بي. هو لأنه من أول النهار كان عم بيزل على السحاب وأنا مش عطول عم بكون معه لأنه ما بقدر انزل كل يوم. بس هو كان مواظب من أول النهار ينزل. ولما شفتها بتخيل اللي كتبته كان عم يوصف اكزاكتلي شو حسيت. وكنت عم فسر لأنه في من الأشخاص اللي بعثوا لي صورة قالوا لي أنه ما تزعلي وما تخجلي أنه بيك عم يبكي. أكيد ما تخجلي بالعكس لأنه هذا إنسان حقيقي من قلبه عم موجوع على هالشباب والصبايا موجوع على بلده. فكرمال هيك كان البوست أنه لأقول للكل أنه أنا بالعكس أنا فخورة ببي لأنه اللي عمله شيء بشرفني أنا شخصيا وبشرف كتير مثلي. عبالهم يشوفوا لبنان أحلى. أنا بدي أقول لك بس توصلي له للوالد أنه نحن مننحني قدام هيدي الصورة مننحني قدام إحساسه قدام صدق هذا الإحساس. سألتي جوانا ليش كان متضايق ليش كان زعلان بهذه الصورة؟ هو أنا كنت فكرته مثلك أنه زعلان. ولما سألته لما فرجيته الصورة قلت له بابا أنه مصورينك عم تبكي بالساحة لأنه شو كان في كان صاير شيء لحتى مزعوج عم تبكي. قال لي أنه هو ما كان زعلان. قال لي كنت مبسوط بالمنظر اللي عم شوفه. قال لي مبسوط عم شوف. بوقتها كان الشهيد علاء كان بعده متوفي كانوا عاملين له مثل هيك جمعة مع تضوية شموع بساحة الشهداء. فكان واقف معهم وقال لي شفت الكل عم بيصلي له من مسيحية إسلام. فكان المنظر بالنسبة له شيء كان عم بيحلم يشوفه من زمان وتأثر بالمنظر. كان مبسوط. قال لي مبسوط أنه عم شوف لبنان وكتبتها بالصورة أنه عم بيشوف لبنان اللي طول عمره بيحلم فيه عم بيولد قبل ما يموت. أنه كان حلمه يشوف هيك شيء. الله يطول بعمره قبل ما يتوفى. الله يطول بعمره. مبسوط بالمنظر مش زعلان بالعكس. ويخليه فوق راسكن يا رب. وأماني تبعتي له سلامنا ومحبتنا له من قلبنا. Thank you, Joanna.